السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة ماسترينج انيميشن في فلتر. اليوم ان شاء الله راح نتعرف على الانيميتد بادينج والانيميتد اوباسيتي. طبعا موضوع بسيط مثل اي امبليسيتي ويدجت تعرفنا عليها سابقا، كثير بسيطة ويعني ابسط مما نتخيل حتى. طبعا راح نغير الانيميتد ديفولت تكست فاليو بهذا الشكل. راح نعمل كونتينر بسيط تشايلد مثلا في تكست وائل بهذا الشكل، وطبعا بيحتوي على اوكيك ولونه على سبيل المثال color dot read بهي الطريقة. تمام، والتشايلد خليه بدل ما يكون تكست خليه يكون animated padding بهي الطريقة. ف age inset افضل اول 10. حلو، duration خليه يكون مثلا 1 second. تمام، خلي يكون في child text بهي الطريقة واللي هي طبعا وائل. اوكي بهذا الشكل مرتب الكود ليكون الموضوع واضح. عندي container وداخله animated padding. animated padding من اسمه بيعمل animate للpadding. طيب لو انا خليت هي القيمة مثلا 1، بنلاحظ انه خف جدا عندي البادينج. لو رجعتها مثلا 10، بنلاحظ انه ازداد عندي البادينج 10، وكمان وقت الانتقال عم يكون 1 ثانية. لنفهم الموضوع اكثر بنعطيه قيمة مثلا متغيرة بي دي ولتكن، طبعا هي دبل على ما اعتقد بيقبل. اوكي دبل، فبنروح لهون نعمل دبل بهي الطريقة دي بي، عفوا دي بي تساوي مثلا 10. حلو، ولما بنعمل نحن نضغط على البتن تخلي لي البي دي تصير 20، عفوا دي بي بهي الطريقة دي بي. اوكي نعمل هوت ريستارت، في عندي خطأ ثواني، نعمل هوت ريستارت. اوكي هون دي بي ما في مشكلة، نعمل هوت ريستارت. وهلا لما نحن نضغط على تريجر انيميت رح يزيد لي البادينج من 10 ل 20. نضغط تريجر انيميت فبنلاحظ ازداد عندي البادينج من 10 ل 20. ممكن نخلي هون 40 مثلا ليكون الموضوع اكثر وضوحا. وبنعمل هوت ريستارت، نضغط على تريجر انيميت فبنلاحظ انه ازداد عندي البادينج من 10 ل 40. الموضوع بسيط وما في داعي نحكي انه ايضا نتقبل الكيرف كيرفز دوت اليستيك ان على سبيل المثال. طبعا كل الامبليستي وجهت بتشابه نفس المبدا، بنلاحظ صغرت كبرت صغرت بعدين كبرت. تمام، هي فكره الكيرف اليستيك ان. طبعا انا ممكن تستعمل كيرف لينير تكون بشكل خطي، يعني مثل غيرها، يعني ما في شيء جديد. حلو، فبنلاحظ بشكل خطي ما في شيء سريع بعدين بتبطأ او بتكون بطيئة بعدين بتصير سريعة. لا، اللينير هي شكل خطي للانتقال، يعني بنفس السرعة من البداية للنهاية. تمام، طبعا هي الانيميتد بادينج. خلينا نتعرف هلا على الانيميتد اوباسيتي. ممكن نستبدل الكونتينر بانيميتد وليكن اوباسيتي بهذا الشكل. حلو، وطبعا نعمل الديوريشن داخلها بهي الطريقة duration second one. طبعا في شغلة حلوة صارت معنا هلا بنحكيها، اني انا استخدمت animated opacity وداخلها animated padding، وهي فكرة حلوة انه انت ممكن تستعمل two animate بنفس الوقت، ما في اي مشكلة يعني. تمام، فال opacity هون طبعا هي بتقبل required duration، وال opacity هن required. تمام، فطبعا خليها تكون 0.5. حلو بهذا الشكل. طبعا عندي خطأ الكلر، ما في مشكلة. اوكي، وداخلها طبعا الكونتينر حيكون ما في داعي نستخدم تو انيميت حاليا، يكون الموضوع بس واضح لأوضح لكم الفكرة. رح نعمل هون color.read على سبيل المثال. حلو كتير، 0.5 بنلاحظ انه عندي شفافية للكونتينر. لو خليتها 1
تلتغى الشفافية تماما. طيب لحالي أنا بالبداية تكون صفر، فبتختفي تماما لأنه مو موجودة، تمام؟ ولما أنا بعمل set state رح تطلع، كيف هذا الكلام؟ فبحط مثلا متغير OP، تمام، قيمته double OP مثلا صفر، وهون طبعا ما في داعي لإلها، خليها مثلا تكون 10، وهون طبعا الـ OP opacity يعني متغير opacity خليه يصير 1. بهي الطريقة نعمل hot start. هلا لما بضغط رح تنتقل الـ opacity من 0 ل 1، يعني رح تظهر عندي بالتدريج لمدة 1 ثانية. بهي الطريقة، تمام؟ مثل ما شايفين موضوع كتير بسيط وما في أي شيء معقد. نعطي height مثلا 100 والويدز 100، او خلينا نقول 200، ما في مشكلة حتى يكون الموضوع اكثر وضوحا. هلا بنرجع بنعمل هوت ستارت مرة ثانية، بنضغط تريجر انيميت، فبنلاحظ انه ظهرت عندي، تمام، خلال 1 ثانية، ممكن نخليها خلال 3 ثواني تكون اكثر وضوحا، تمام. هلا رح يظهر عندي خلال 3 ثواني مثل ما شايفين بهذا الشكل. طبعا نحن فينا نستعمل تو انيميت مع بعض، ما في مشكله، يعني ممكن نغير الكونتينر لانيميتد كونتينر على سبيل المثال. نعطي مثلا الديوريشن الخاص فيها ديوريشن والسكند 1 على سبيل المثال، او خلال 3 ثانيه ايضا حتى يكون في تشابه افضل، تمام. وال200 ممكن نخليها ماي هايت، او خلينا مثلا اتش اي، وهون W I، فهون أيضا نعطيه مثلا Ctrl C Ctrl V Ctrl C مثلا H I صفر مثلا 100، خلي يكون بالبداية أو 100 ما في مشكلة. خلينا هون W I، بس نتذكر أسماء المتغيرات H E حلو و W I تمام، خليها هي أيضا 100. ولما بضغط انا على set state بتصير عندي ال HE 300 وال WI 300. هلا انا عم استعمل تو انيميشن بنفس اللحظة، نعمل hot start. هلا لما انا بضغط اول شيء رح تظهر بثلاثة ثانية، ورح يزداد طولها وعرضها ايضا بثلاثة ثانية، بنشوف. حلو كتير، حلو كتير. بنرجع بنعيد، بنلاحظ انه عملية التو انيميت عم تتم بنفس اللحظة، سواء انيميت كونتينر والانيميت اوباسيتي، تمام. هي هي بتوقع بهذا الشكل بنكون نحن فهمنا موضوع الانيميت بادينج والانيميت اوباسيتي. لا وما بس هيك، طب وعملنا تو انيميت بنفس الوقت، ممكن تعمل اكثر من انيميت بنفس الوقت، انه انيميت اوباسيتي وكونتينر وانيميت ديفولت تكست ستيل وانيميت كروس فيد، كل هاي الامور ممكن تعملها بنفس الوقت. اتمنى الدرس يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناه لدعمنا لنشر المزيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.